تعالى لما اغتالوا الشهيد عمر خالد يعني ما احتواش مزيان، كيعتقدوا انه بان بالفعل نتاعهم الاجرامي الارهابي، يعني كيعتقدوا ان 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 انهم يعني انهم سيقتلون الموقع ديال ام الوكل، ولكن لا هو الذي وقع. اعتقد انه يعني قبل ما يتم الاستشهاد تاع عمر خالد، اعتقد ان ان عدد الجماهير اللي كتكون الصفوف مع التقدم الامريكي في هذا الموقع يعني تهليل للمقاومه مع المناضلين اللي حاضرين معنا في هذا الشيء. وكذلك الاعتقال تاعنا، ومن هنا يعني تكون الرساله تاعنا واضحه جدا، انه كل ما تم الاعتقال تاعنا، كل ما تم الاستشهاد ولا القتل تاعنا، يعني اكيد انهم سينتظرون ان الملحنة تاع المناضلين في صور حركة التقدمية الأمازيغية، يعني منحنى وكيتر يعني عبارة عن دالة تدريجية، ونحن يعني سأحاول أن نستعمل المصطلحات العلمية ما دونا في كلية الفنون. كما وكيفا هذا علي من جهة، من جهة ثانية نقول لهم أنه رغم أنه قضينا 9 سنين للسجن بسبب القضية الأمازيغية، فإنه يعني احنا مستعدين ندخلوا السجن بسبب القضية تاعنا. أيوز إمازيغاني خلفوهم، إمازيغاني خلفوهم. بل أكثر من ذلك، فإننا احنا مستعدين نستشهدوا في القضية تاعنا. أكيد أنه جماهير الطلاب، هناك مناضلين، هناك طلبة يعني عاديين، وهناك بوليس.